السلام عليكم. اليوم بعطيكم فكرة عن طريقة تعقيم الجوال، بما أن كل واحد فينا اليوم يستخدم الجوال بكثرة في البيت. طبعا موضوع الكورونا وموضوع الانتشار، فحبيت بس أعطيكم فكرة سريعة كيف تعقم الجوال. أول شيء بس قطعة منديل، عندك الكفر حق التليفون إذا موجود عندك كفر، أو إذا ما عندك عندك الجوال، هذا الجوال ميت 20X، عندك شاشة، عندك الخلفية، لكن إذا تحط كفر أو إذا ما تحط كفر طبق اللي بسويه في الكفر في الخلفية. طيب، أول شيء تسوي هنا تأخذ المنديل وتأخذ المعقم، وما تحط كثير، بس تحط نقطة بسيطة، يعني قد كذا بس، يعني لا تحط، لا تمل الدنيا يعني تعقيم، فما يحتاج إلا هذه الكمية، وراح أوريك ليش أنت ما تحتاج الكمية. بس تحط نقطة بسيطة هنا زي ما أنت شايف، تأخذ الكفر تحط لك نقطة هنا، نقطة ثانية على اليمين، نقطتين فوق، إذا طبعا حسب حجم الجهاز، الجهاز كبير شوي. طيب نرجع للشاشة، زي ما تشوفون الكمية هذه البسيطة راح تغطي الشاشة كلها، فنقوم نمسح عليها زي ما انتم شايفين، نمسح على الشاشة كاملة. حلو، فتقريبا انت الحين انا عقمت الواجهة للجوال، وتاخذ الغطاء او الباك كفر يسمونه، تمسح عليه زي ما انت شايف، راح يغطي كله، الجهة اليمنى والجهة اليسرى. بسيطة جدا، ما يحتاج. طبعا التعقيم ما راح يمسح لك اللوجو هنا هواوي، فبس يعني شغلة بسيطة ما راح ياخذ منكم شيء، زي ما قلت لك نقطة بسيطة بس من المعقم، ومسحة بسيطة من شاشة أمامية وشاشة خلفية، فالآن تقدر تستخدم جوالك. طبعا ما يحتاج تعقم اللي بالداخل لأنك ما تستخدم، أنت تستخدم جوالك فريش. شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم إن شاء الله على خير.